فالقصة مضحكة شي شوية. هذاك الرفيق كان سبقني بسنوات في الجامعة، كان العام فاش انا غادي زعما غنميلوا لبعضياتنا نبغيو بعضياتنا، كان هو صافي غادي يمشي غيسالي القراية ديالو غادي يمشي من الجامعة، فخصو يمشي يخدم. حنا يلاه بدينا كنناقشوا الارتباط، اولا كنت كنخاف منه هو غيتفرج في هذا الفيديو. اكيد حنا اصدقاء دابا مطلقين ولكن اصدقاء بزاف. ولي محبه خاصه في قلبي صراحه، لان اي واحد دز لنا من حياتنا ما كيمشي كيخلي لاطراس، ولكن المناضل هو اللي كيكون انسان اولا، المناضل هو اللي كيكون يعترف بمشاعره بلا ما يخاف من المجتمع، والا ما غنغيروش المجتمع. وانا تنقولها دازوا ثلاثه الرجال في حياتي، وكريم الاول هذاك الصغير ديال الطفوله ديال هذاك كان خويا الكبير اكثر ما كان ما كانت علاقه، حنا كنا كنصحابوا راسنا كنحبوا بعضياتنا ولكن كنا صغار، فولينا اصدقاء دابا بزاف، تنهضروا مع بعضياتنا تنشكيو على بعضياتنا كنزوروا بعضياتنا. وجاء الحسن هذاك كان رفيقي طالب قاعدي باقي زعما رفاق وصحاب، وكنشاركوا السياسه كنشاركوا بزاف ديال الحوايج، ولكن بصح ليه معزه كبيره في قلبي، لان 12 سنه ديال العشره ماشي سهله، ونهار بديناها بتحدي كبير، واللي هو هذه هي القصه ديالو. حنا ملي علينا وسط رفاقنا اننا غادي نديروا علاقه رفاقيه، كنا كنسميوها علاقه رفاقيه ملتزمه، هذا هو الاسم وسط الرفاق. فالرفاق ما بغاوش، الرفاق كان عندهم واحد الخوف انه ملي يخرج من الجامعه يخليني انا بحال جاسوس ديال التنظيم، نبقى نقول لهم ولا بقى يوجهني كيفاش انا نوجه التنظيم، سيرتو ان كان عندي الكاريزم ديال القياديه، كنت كنقود الحلقيات، عندي الخطاب التحضيري التحريضي، كنا غير جوج بنات، ما كانش الصف ما كانش طويل ديال البنات، كنا غير جوج، ما التحقوا بينا البنات حتى الاخر. ف كان واحد الصراع، واحد النهار كنت كندير سونتر امريكا كنقرا كنزيد فيه السوايع، كيعيطوا ليا كيقولوا ليا رفيقه فين، قلت لهم في السونتر، قالوا ليا عافاكي حاولي تخرجي بكري بغينا نشوفو، قلت لهم انا غادي نخرج مع الوحده، لا مع الخمسه، قالوا لي دونك مع الخمسه حاولي تخرجي قبل. وجعتنا للداخله، مشيت عندهم الداخله كندخل لواحد الشومبر يمكن فيها شي جوج متر على ثلاثه ولا شي حاجه بحال هكا، المهم شي مربعه هي ديك الشومبر مربعه، فيها ما يزيد على شي 30 واحد اللي حسبت عيني انا، واحد الريحه راك عرفتي الطلبه والشباب، واحد الريحه وما فيها حتى سرجم، شفت بزاف د الصبابط، وانا ما كنتش كنعيش مع الطلبه، دونك هذيك الحياه ديال الطلبه ما كنعرفهاش كيفاش ديال لي شومبر وداك الشيء ما كنعرفوش، بزاف ديال السناد. وجايبني واحد الرفيق مات الله يرحمه، مات مسكين بالسرطان حتى هو، هو اللي كان جايبني واحد الرفيق ولد هواره، دخلني مع لا شومبر كنشوف واحد الرفاق كاين اللي كنعرفو كاين اللي ما كنعرفوش، ومجموعين هادو ولاد المحاميد، والله العظيم الى اللي غيتفرج هذا الفيديو غادي يموت بالضحك، اللي حضر معنا غيموت بالضحك، لان المنظر هكا مجموعين ولاد محاميد بعدهم ولاد هو راه بعد، المهم في ذاك هذا حنا دايرين اللقاء، قلت لهم مزيان انا ما عرفتش علاش دايرين اللقاء، جلست قلت لهم انتم مال فين كديروا اللقاءات بلا بي حتى كتقولوا لي التخريج، انا كنضبط لكم لان ما كنقدرش نعيش الاجتماعات ديالكم. قالوا لي لا حنا دايرين اللقاء على قبل علاقتك انت وفلان، ما بغيتش نقول اللقب ديالو لان قدر هو ما يبغيش، انت وفلان. قلت لهم علاش غديروا هذا اللقاء على علاقتنا؟ لا انت صغيره به صغيره عليه، انت يلاه جديده في التنظيم، هو قديم الاسرار ديال الفصيل مثل الاسرار ديال الفصيل، واحد قديم ما خصوش يرتبط بواحد جديد، كل واحد اش كيقول. انا ما كنتش كنسمع لهم، بقيت من الخمسه حتى السبعه ديال العشيه، وصلت الوقيته ديال الطوبيس، ما كنتش كنسمع لهم بشكل نهائي، اش كيقولوا؟ ما كنتش كنسمع لهم، انا الحاجه الوحيده اللي كنسمع ليها هذيك الساعه هو ان ذاك الرفيق اللي كان كيخلعني وكيبان لي طويل وصحيح وكيهضر مزيان والمبدئيه هو اللي غيحرر هذا المجتمع وغيقود الثوره موت سيطون، كان كيبان لي هو موت سيطون، انا ما مسكاش لكم، هو اللي غادي يتصاحب معاه ماشي يسوقكم انتم، ما كنسمعش لهم، بصح ما كنسمعش لهم. وصلت السبعه قلت لهم الرفاق تحيه ليكم، انا خصني نمشي في حالتي لدارنا وانتم كملوا اجتماعكم. بقى معاهم هو كان منضبط للتنظيم واحد الانضباط خطير، بقى معاهم. صوروا لقاء بدا مع الخمسه ديال الشتاء مع 4 الصباح، لقاء تجمعوا فيه الطلبه القايدين، برنامج المرحلي في اكادير باش يحسموا في علاقه رفاقيه ديال بشرى وواحد الرفيق اخر.
الغد لي هذا كان سبت الغد لي لحد كيصوني عليا تيقول لي كان عندنا ديك البورطابلات داك العظم صغيرين كيصوني عليا تيقول لي الرفيقه واش فراسك التخريجه باش خرج اللقاء. قلت لي انا ما بغيتش نعرفها وماشي شغلي فيها لا تهموني اصلا. قال لي وبدا كيقول كيهضر معايا باسف عرفتي داك الاسف داك كيتغبن كنقول حنا كيتغبن ماشي كيبكي ولكن كاين عنده الحرقه الخذلان في قلبه. قال لي الرفيقه راه قالوا لي ان محظوره العلاقه بيني وبينك وإلا درناها غنكونوا خرجنا على القرار ديال الرفاق وبالتالي خصنا نتحملوا المسؤوليه. قلت لي انا ماشي سوقي فيهم وما تمزكتش لهم اصلا ما كنتش كنسمع لهم فين كنت دابا. قال لي انا في المسيره هو كان كاري واحد الشومبر مع واحد الطلبه بحالو رفاق حتى هما واحد الطالب واحد الرفيق كانوا كاريين شومبر في المسيره. قلت لي انا غنجي عندك دابا. فعلا خرجت ركبت الطوبيس وجيت عنده جلست معاه. هذاك الرفيق اللي كان معاه ساكن معاه في الشومبر كيتصل بالرفاق كيقول لي بشرى جات عند فلان فكيوقفوا عليا واحد جوج بحال العسكر في هذيك لا شومبر كيلقاونا جالسين وانا كنقول ليه ماشي سوقي فيهم دخلوا عليك كلمه ماشي سوقي فيهم. قال لي شكون الرفيق اللي ماشي سوقك فيه؟ قلت لي انتوما ماشي سوقي فيكم انا هذا الرفيق راه غادي نتصاحب معاه ماشي سوقي اللي بغيتو تقولوه قولوا. غوزمون كانت نهايه السنه وكنا كندوزو الامتحانات فما كانش بزاف المشاكل. في الدخول الجامعي الاخر دخلت مناضله ما قدر حتى واحد يحيد عليا لانني كنت موجوده في الساحه كان ماشي 7:30 ديال الصباح انا في لافاك ما كنخرج حتى كيمشي اخر سكولر حتى كيمشيو الطلبه ونجمعوا الرواق. دونك دخلت في لا ديناميك ديال النضال فما قدروش يسولوني على العلاقه ديال الرفيق ديالي. ورفيق ديالي مشى كيخدم في الرباط وكيرجع كيجي واحد المره كل شهرين كيختار يومين وكيجي ملي كيجي كيتلاقى معاهم ولا كيتلاقى معاهم ما بقاش عندهم موقف منه لانه كان كيهضر معاهم كيدور معاهم كياكلوا مزيان شي شويه. فين ما كيجي شي رفيق خدام شويه مرقع ايوا كيشريو الدجاج ما كيشريوش 100 ريال ديال الدجاج هو كياكل كيكميو ماركيز ما كيكميوش كازا. فكان هاد اسميتو وما كانش كيسول اشنو كديروا في التنظيم كان بعيد فاحترموه فرض الاحترام ديالو بقات العلاقه ديالنا. تزوجنا من بعد تزوجنا انا والحسن في 2005 كملت قرايتي درت لا بروتيز دونتير مشيت لكازا كنقرا بقاوة مشينا سكننا في العروبيه مع والدي في الدار ديال العروبيه. ماما ملي جات اول مره قربت نهار ليا في البيت قربت نهار ليا في البيت زعما واحد المشهد اللي شفتو غير انا بوحدي ولكن ماما صدقا قربت نهار كتهز راسها كتلقى الدار مسقفه ماشي بالطاله الدار ديال العروبيه اي داك السقف سميتو كتلقى الناس دايرين المجهود ديالهم صبغوها قدوها ولكن هذيك هي دارهم لانهم ناس عايشين في العروبيه. فماما كتقول لي واش انت واش من المدينه واش تقدري تعيشي هذه العيشه واش التحدي واش انت حياتك كلها بتعيشي تحديات اش التخربيق. المهم ماشي ما تمزاكتش لا المهم تزوجنا ماشي سوقكم عشنا حياه زوينه فيها بزاف الاحترام. حاولنا نطبقوا داكشي اللي قريناه في الكتوبه ديال المساواه وديال المجتمع الاخر البديل ولكن كانوا ديما العراقه لان حنا كنا نشوف مجتمع كبير كانوا ديما اعاقات او تنفسياتنا ما كتشابهش الطريقه باش كبرنا وتربينا ما كتشابهش. فكان صعيب ان واحد لونتوراج مغلق واحد جاي من واحد الوسط مغلق يتزوج بوحده جايه من الوسط منفتح. حنا كنا كنلبسوا الشورت كنلبسوا القصير كنلبسوا بابا ما كانش عنده هذا المشكل وصحابي كلهم ولاد كنسلم بالوجه. واحد النهار انا جاي واحد شي واحد من عائلته وسلمت عليه بالوجه انا بكثرت ما هضر معايا في التليفون وكان صديق ديال راجلي اعتبرته صديق ديالي فاش جا سلمت عليه بالوجه وحيح عليا الحسن قال لي ماشي احنا في العائله ما كنسلموش عليه بالوجه. قلت لي انا مازال ما فهمتش هذا الشيء فهمتي. دونك كانوا هاد المشاكل اللي كانوا حنا صغار كانوا كيستفزونا. جينا سكننا في اكادير وبدات المرحله ديال الحياه اننا نبنيو حنا نشري ثلاجه نشري هادي بدون اطفال. ودائما واش ولدتي لا مسكينه ما عمرهم تيسولوا هو كانوا دائما لا لونتوراج ديالو لا لونتوراج ديالي لا الرفاق براسهم تيعتبروا ان العقم مؤنث وان العقم امراه. فكان دائما السؤال الوجهه ديالو انا ماشي هو وكنت دائما كنمشي انا بوحدي للطبيب لان قربوا يقنعوني ان العقمه امراه.
فبقينا بحال هكاك بزاف ديال المشاكل تنطيحوا والنوضوا حتى جات القصه ولا الحلقه اللي انا فيها فعلا قررت ان نطلق وصافي 12 عام من الزواج. تمشي ماشي مشكل، هي اللقطه اللي كنهضر معاه فيها على اننا بصح اليوم كسياسيين خرجنا من الطلبه القاعدين ما كنعطيو والو للمجتمع، كنعطيو الهضره، كنعطيو مشينا شي جمع عام كنخربقوه، كنعطيو والو للمجتمع. جات الممارسه ديال 20 فبراير، شفت الرفاق في الشارع كيفاش كيديروا ممارسات خايبه، انا كنت رافضاها، العنف عادي وكيتزاد، النوع ديال الرفاق ما بقاش داك النوع اللي كنا كنعرفوا. فاختاريت انني نمشي نخارط في النضال المدني، مشيت للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، كانت الاقرب ليا في الخطاب، فمشيت وليت رئيسه فرع ديال ايت ملول، فرع انسكان ايت ملول. من بعد نخارط في الاشتراك حزب الاشتراك الموحد، وليت كاتبه فرع انسكان ايت ملول، وبديت كنشتغل تما. ملي كيولى داك الاختلاف السياسي اختلفنا حتى في المشاعر، لانه هو ولا كيتعامل معايا بواحد العنف كبير، ولا كينتقدني حيت ديك الساعه يلاه حنا ولينا كنتعلموا الفيسبوك، ولا هو جالس حدايا في الدار وتيقولوا بشرى شتواني كيصرف عليها البام نهار كتكتب، لا بشرى شتواني خلصها البام باش تكتب مذكره قاعديه قلق لي واحد المذكره، داروا واحد الزوبعه في المغرب في حضر رمضان ديال 2015. فهذوك هذاك الشيء كان كيقول، هو كيعلق في التعليق، هو جالس حدايا في الدار وعارف بان يمكن عندنا فطور اليوم وغدا ما عندناش، تيقول لهم وهذا الشيء كله مؤدى عنه. كنطلع كنقول لك كتكتب مؤدى عنه، واش انا وياك عايشين كيفاش مؤدى عنه؟ كيقول لي انا ما خصنيش نقول شي حاجه ضد الرفاق ديالي. فتما كاينه بقيت خرجت من حياتي وبقيت كنشوف فيها الفوق، وكان هذاك الاختلاف السياسي مفصلي انه باش ما نكرهوش بعضياتنا ولا شي حد يقتل، حيت كنتصدعوا يقول لي انت صلاحيه، اخ انت الثوره، اخ انت ما نعرف الشعب، انا كنقول لي انت يا عدمي ما كدير والو، غنبداو نتعايروا. قررت نطلق، فقررت انني نطلق في سريه تامه. طلقت نهار كنطلاقي نهار 8 مارس 2016. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.